مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله أوقاتكم ومساكم كل خير ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبعة على سبعة من الإمارات السبع نيكم في تمام السبع وموعدنا على شاشة قناة الفجيرة مطلع الشمس مشاهدينا الكرام كلنا يعرف مدى خطورة رفقة السوء ومدى التأثير السلبي المترتب على تلك الصحبة لا سيما وان بعض الشباب والذي قد ينزوي في تيارات الادمان والمخدرات والتي تهدم مستقبل زهره شباب الاوطان بل قد يصل الامر الى خطر داهم هذا الشاب واسرته ومحيطه ومجتمعه لما تضافرت الجهود الدوليه في مكافحه الادمان والاتجار في المخدرات كان لا بد من الامم المتحده ان تبرز هذه الجهود عبر يوم عالمي احتفاء وتذكير بتلك الجهود التي لا تتوقف تجاه مكافحه ومعالجه ظاهره الادمان لذلك قررت الجمعيه العامه للامم المتحده الاحتفاء وتخصيص يوم السادس والعشرين من حزيران يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحه استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من اجل تعزيز العمل والتعاون من اجل تحقيق هدف اقامه مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات ولما كانت ولما عفوا كانت دوله الامارات من الدول الرائده في تجربه القضاء على الادمان والاتجار بالمخدرات فشاركت دوله الامارات العربيه المتحده دول العالم في الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار ملتزمون يا وطن المخدرات افه وقد كان لدولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة بصيرة يقظة جعلتها تعي خطورة المخدرات والاضرار التي يسببها انتشار تلك الافة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والامني وغيرها. لذلك لم تال الدولة بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية جهدا في بذل الغالي والنفيس من اجل محاربه تلك الافه وتحصين ابنائها من هذا الخطر القاتل الذي يدمر مستقبل الوطن ويهدد امن وسلامه المجتمع ويهدم استقرار الاسر هذه هي دوله الامارات المخدرات هي افه فعلا تفتك في الشباب ونحن في منطقه جغرافيه تقع ما بين دول هذه الدول ومنطقه دوله الامارات الاعين عليها جغرافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، هذا ما نراه الان من واقعنا، نبحث عن الشاب الذي يعي مدى خطوره هذه الافه، مدى خطوره المخدرات، على الاسر الانتباه جيدا لابنائهم، على الاسر الاهتمام بابنائهم وعدم ترك المجال لهم والاتجاه مع رفقه السوء لهذا الدرب وهذا المنزلق وخصوصا في فتره الصيف التي نحن بها الان مقبلون، انتهت الدراسه، انتبهوا لابنائكم، انتبهوا لفلذات اكبادنا. مشاهدينا نظمت جمارك دبي الملتقى الثاني بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه المخدرات والاتجار غير المشروع بها. والذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام وانطلقت فعاليات الملتقى افتراضيا يوم امس الاربعاء تحت شعار ملتزمون يا وطن المخدرات آفة للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشره الاستاذ خالد احمد مدير اداره عمليات المسافرين بالانابه في جمارك دبي مساك الله بالخير اخوي خالد وحياك الله ويا مرحبا وسهلا فيك في تلفزيون الفجيره حياك الله اخوي خالد وانا شاكر لكم الاستضافة الطيبه هاي جزاكم الله خير حبوا كرامه حبوا كرامه الله يسعدك الله يحفظكم وخليك الله طويل العمر في البدايه لو تعرفنا على ابعاد تنظيم ملتقى جمارك دبي لمكافحه المخدرات للعام الثاني نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم الله. النجاح والصدى الكبير اللي حققناه حقق الملتقى الاول في العام الماضي على مستويين المحلي والاقليمي كان حافز في جمارك دبي لاقامه الملتقى بشكل سنوي متزامنا مع المكا... مع اليوم العالمي لمكافحه واساءه استعمال المخدرات نعم. والتجاره غير مشروعه هذا اللي فاد بتاريخ تاريخ 26 من كل سنه وقيمه الفعاليات كما انت ذكرت قبل شوي تحت شعار ملتقى تحت شعار ملتزمون يا وطن والمخدرات افه شارك في الملتقى ويانا امس 250 مشارك من الجهات الحكوميه. ممتاز ما هي ابرز نعم. مخرجات الملتقى استاذ خالد؟ نعم تم من خلال الملتقى تسليط الضوء على جهود دوله الامارات في عمليات مكافحه تهريب المخدرات والتصدي للمهربين حيث مم. تمكنت دوله الامارات وبفضل التوجيهات الساميه من القياده الحكيمه عندنا لها الحمد ان تضع لها بصمه عالميه مميزه في محاربه هذه الافه وحمايه المجتمع والاسهام المباشر في تنفيذ الخطه الاستراتيجيه المتكامله للهيئه الاتحاديه للجمارك التي تستهدف رفع كفاءه وقدرات كادر التفتيش في المنافذ الجمركيه لتصدي لجرائم التجاره بالمخدرات وتحصين الدوله من هذه الافه. ممتاز وخلال الملتقى تم تسليط الضوء على جهود جمارك دبي في مكافحه المخدرات لو تحدثنا وتخبرنا عن هذه الجهود وكيف اثمرت هذه الجهود في ضبط المهربين ان شاء الله تناول الملتقى ايضا خطط جمارك دبي حيث تعتبر جمارك دبي خط الدفاع الاول وهذا واجب وطني وتحرص جمارك دبي بشكل مستمر على تطوير الكادر البشري وتزويد المنافذ الجمركية بأحدث الأنظمة في مجال التفتيش ومكافحة المخدرات وغيرها من الممنوعات وفي ظل الجائحة أثمرت جهود جمارك دبي في قطاع التفتيش الجمركي لسنة 2020 من إحباط 1118 محاولة تهريب مواد مخدرة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي ممتاز ومن أبرز المشاركين في الجلسة الحوارية للملتقى كان من ابرز المشاركين ويانا امس آه وزاره الداخليه، وزاره الصحه، الهيئه الاتحاديه للجمارك، القياده العامه شرطه دبي، جمارك ابو ظبي، المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات الاستخباريه بالشرق الاوسط، الريلو، بالاضافه الى جمارك دبي الجهه المنظمه للملتقى والراعيه. ممتاز ومش... وشو تناولت الجلسه؟ كلمنا أيوه. عن عن تفاصيل الجلسه اللي ان شاء الله. صفح. كان معظم المحاور اللي موجوده عندنا امس اللي تم تناولها في الجلسه هو كميه تناول ملتقى افضل الممارسات العالميه لمكافحه تهريب المخدرات على مستوى العالم والتعاون الدولي مع مكتب الانتربول الدولي لمكافحه المخدرات وتبادل المعلومات بين الجهات الجمركيه والشرطيه على مستوى الدوله الله يعطيكم الصحه والعافيه ونشكركم على جهودكم وخصوصا القضيه الاخيره اللي مسكتوها وانتشرت في التواصل الاجتماعي والاعلام الرسمي في الدوله انكم نعم. فعلا يعني نرفع لكم العقال ونثني على جهودكم ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الدائم يا رب العالمين. شاكر لك اخوي خالد وشاكر لك دورك على في دور التوعوي المجتمعي هذا الطيب بالعكس آه. تلفزيون الفجير دائما سباب في هذا المجال. واجبنا يعطيكم العافيه وشكرا اخوي فهد واجبنا الاستاذ خالد, خالد احمد مدير اداره عمليات المسافرين بالانابه في جمارك دبي شكرا لك يا سيد العزيز ويعطيك العافيه. الله ربي يحييك على فضله مرحبا وسهلا. 26 ستة وعشرين هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أرجع وأكد أن الموضوع مو موضوع جهات رسمية الجهات هي صميم عملها ولكن هذه الجهات كذلك هي أسر أرباب أسر موجودين ويشتغلون فيها أرباب أسر هم اللي ياسين يتابعون ويعرفون حالة المتعاطي قبل شوي كنت أتكلم مع ضيوفنا واللي بيكونون بعد شوية معانا يقول لي الدكتور حمد أن في امور او في قضايا مع شباب صغار ما نقدر نتكلم معهم ولا شو بنقول لهم كذلك نفس الكلام حصل في فتره كنت اتكلم مع احد الاخوان المعنيين في مكافحه المخدرات قال تخيل ابن اعز اصدقائي قدامي متعاطي ومتاجر في المخدرات حسيت ان ابني مكانه ما عرفت شو اتكلم لذلك ارجع واقول ان تسليط الضوء والاهميه لازم نوعي الاسر لازم نوعي الاسر عن إن الانتباه لابنائهم، الانتباه لهذه الافه، توعيه الابناء بهذا الخطر اللي احنا في وسطه لازم ننتبه له. اذا مشاهدينا بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل تريونا. حياكم الله مشاهدينا ومعاكم مستمرين في سبعه على سبعه. اليوم مشاهدينا احنا خصصنا جزء من الحلقه حول اليوم العالمي لمكافحه المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام ومشاركه دوله الامارات بهذا اليوم تحت شعار ملتزمون يا وطن المخدرات افه وان لدوله الامارات وبفضل قيادتها الرشيده لها بصيره يقظه جعلتها تعي خطوره المخدرات والاضرار التي تسببها انتشار تلك الافه. على جميع الأصعدة، والآن مشاهدينا سوف نتوقف عند تقرير ونعود إليكم نواصل حلقتنا. لنشاهد. المخدرات. واحده من اخطر المشكلات التي لا تكاد دوله من دول العالم تخلو من تاثيراتها السلبيه ومخاطر اقتصاديه واجتماعيه وامنيه جمه لذا تبنت دوله الامارات استراتيجيه متكامله وبمشاركه المجتمع الدولي للتصدي والمكافحه والتقليل من اثار المخدرات السلبيه ولعل ما تم إنجازه في ذلك الدرب الصعب جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر يوم السادس والعشرين من يونيو يوما دوليا للاحتفال بجهود الدول في مكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها ولأن الحياة نعمة والمخدرات نقمة فهدف هذا الاحتفال العالمي إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع شارك حقائق عن المخدرات وانقذ الارواح هكذا كان شعار احتفال هذا العام والذي لا يهدف الى المكافحه في حد ذاتها بل مكافحه المعلومات المضلله وتعزيز مشاركه الحقائق عن المخدرات ابتداء من المخاطر الصحيه والحلول المتاحه لمعالجه مشكله المخدرات العالميه مرورا بالوقايه منها اعتمادا على الادله وانتهاء بالعلاج منها وتقديم الرعايه للمتعالجين ولان المخدرات لا تذهب الصحه والعقل فقط بل تقود باخلاق من يتعاطاها الى الهاويه فاحتفلت دولة الإمارات هذا العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2021 حاملةً شعار "ملتزمون يا وطن المخدرات آفة" أما معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي فقد تمكن وفريق عمله الدؤوب من إعادة رسم نهج استراتيجي لمكافحة الإتجار بالمخدرات والحد من تعاطيها منذ صدور القرار الوزاري باستحداث مجلس مكافحة المخدرات لعام 2016. للاطلاع على مستجدات الاوضاع والوقوف على نتائج المستهدفات الاستراتيجيه واعتمد مجلس مكافحه المخدرات على مستوى الدوله وفي دوله الامارات لا احد فوق القانون والحساب العسير هو الجزاء الرادع لكل من يثبت تعاطيه او تجاره بالمواد المخدره أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة مكافحة المخدرات وقسم الإعلام والعلاقات العامة حملة لنحمي أبنائنا من المخدرات والتي تستهدف فئة الشباب وأولياء الأمور والأسر والمجتمع المحلي وتسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بالأسباب والآثار السلبية للمخدرات والنتائج الوخيمة لتعاطيها وآثارها على صحة المدمن. مشاهدينا باسمكم نرحب بضيوفنا معنا في الاستديو مساعد اول الدكتور حمد عبد الرحمن لبقيشي من اداره مكافحه المخدرات بالقياده العامه لشرطه الفجيره مرحبا وسهلا فيك دكتور وحياك الله الله يحفظك نورتنا الله يحفظك الله يبارك فيك يا رب وكذلك مشاهدينا معنا الدكتور نجدة خلوف طبيب أخصائي في الطب النفسي في مستشفى الفجيرة يا مرحبا وسهلا فيك يا دكتور حياك الله حياك نور الله خليك أنا وسهلا احنا قبل لا نبدأ الحوار خلونا مع بعض ومع المشاهدين نشوف هذا الفيديو بنرجع إن شاء الله بنتحاور معاكم إذا مشاهدينا يا وقفة مع هذا الفيديو وراجعين نتواصل وياكم شباب اليوم انا في الاذاعه سمعت عن المركز الوطني للتاهيل صراحة بروح اتعالج تعبت خلك على المخدرات ما حب يجيسك امورك طيبة والله صادق لين الحين ما حد مسكني ما حد عني الله يهديك انت وياه محمد المخدرات مضرة بتخرب حياتك الحق على عمرك وسير تعالج ما انصحك تروح هناك اجراءاتهم قوية وقلت لك وثاني شيء بيفضحونك في الجرايد لا 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 كله ولا التشهير اللي فيني كافيني صراحه محمد خلك من زايد المركز الوطني للتاهيل مع وايد ناس ساروا وتعالجوا هناك امورهم طيبه المركز الوطني للتاهيل مركز يعالج الادمان بطريقه احترافيه بارقى المعايير وبسريه تامه يعني ترد حياتك طبيعيه وما حد درى والدليل خليني اراويك موقعهم الالكتروني وتشوف معك إن الإدمان على المخدرات مرض مزمن وخطير وكلما بدأ العلاج في مرحلة مبكرة كانت النتائج أفضل سرية هامة وانت الخيار المركز الوطني للتأهيل يضمن لكم السرية والخصوصية في العلاج وفق أحدث الطرق المسندة علميا إن قانون مكافحة المخدرات بالدولة يكفل عدم المساءلة القانونية لمن يتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه الادمان مرض بادر بالعلاج اذا مشاهدينا نرجع مره ثانيه نرحب بالدكتور حمد والدكتور نجدد يعطيكم العافيه وحياكم الله البدايه معك دكتور حمد يا ليت تخبرنا هي اثر التعاطي على الفرد والاسره والمجتمع من واقع عملك الله يعينك <applause> لا بالعكس هذا واجب وطني على الكل يعني إذا نحن في إدارة مكافحة المخدرات نعمل يمكن نقول يعني مية بالمية فالمجتمع لازم يعمل معانا ويساعدنا في طبعا آثار تكون على الفرد اللي هو يعني مثلا الطرد من العمل عندك يعني الأسرة تتشتت ضياع كامل عندك المجتمع حتى الدولة اللي هي يعني دائما حتى مشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا دليل إن الدولة كمجتمع يعني أنها واضح أنها ضد هذا الشيء ضد المخدرات ضد تجار المخدرات ضد متعاطين المخدرات ضد مروجي المخدرات دليل إنهم يعني يوصلون رسالة للمجتمع وللأسر وللأفراد. انه يا جماعه ترى نحن في خطر، ان نحن فعلا لازم نتكاتف مع بعض، لازم نوصل دولتنا مثل ما يعني هو ارث من الشيخ زايد الله يرحمه من من حكامنا اللي يعني الله يرحمهم راحوا ومن بدايه تاسيس الاتحاد، ان هذا ارث ارث لازم نحن نحافظ عليه، فلذلك بالبعد عن المخدرات، بالبعد عن مساعده مروجين المخدرات، فهذا هو يعني في تأثير كبير على الفرد مثل ما قلت وعلى الأسرة وعلى المجتمع. وننتقل للدكتور نجدة خلوف، نجدة خلوف من منظور الطبي، ما هو الإدمان على المخدرات؟ هلا نحن مبدئيا يعني حتى كلمه ادمان تحديدا نحن بنحاول يعني في لها كثير لان صار عليها لغط او كذا وفيها هيك وجهه نظر كانه توحي بالازدراء لهذا الشخص اللي هو بيستخدم الماده، فنحن بنفضل نقول انه هو سوء استعمال الماده كمصطلح طبي، اساءه استعمال الماده حتى الادمان صار في له استخدامات شعبيه ادمان الانترنت، ادمان الفلوس، ادمان الاكل انا مدمن قهوه مدمن آه. <applause> هذا احد الاستخدامات يعني بيقولوا صحيح اوكي فنحن هو عباره بالنسبه لنا مثل ما ذكروا بالتقرير هو مرض هذا عباره عن مرض ولكن هذا المرض نحن في امراض بتكون تاثيراتها على مستوى الفرد بس ولكن التعاطي بالذات تحديدا او سوء استعمال المواد هو يبدا بالفرد ولكن قد لا ينتهي حتى على مستوى الدولي حتى ممكن ياثر على مستويات اعلى فهو ونحن اي شخص مثلا بيتعاطى اكيد المتاثرين بعمليه التعاطي او عمليه سوء الاستعمال هي فهو عدد يعني قد يتجاوز الخمسه على الاقل شايف فنحن نتعامل معه كمريض وعلى الأساس كمان نحن طريقه العلاج وكيف ننظر له انه نحن ما بدنا نعالج الشخص لوحده يعني نحن شو الاسباب اللي بتخلي انه الواحد يتعاطى؟ صحيح اول عامل يعني مثلا بيكون هو توفر الماده فعندنا نحن اداره لمكافحه المخدرات هي اللي بتمنع عنا توفر الماده نهائيا اثنين <applause> <applause> عندك القبول الاجتماعي حلو، لما انا مثلا بلاقي هذا الشيء انه بيشجعني رفيقي عليه او الناس ما بتلومني عليه او تنظر له انه نظرة جيدة، نوع من التشجيع او كذا، فأنا بصير بعيد هذا السلوك او بعيد هذا التعاطي مثلا خلينا نقول، اوكي، اما لما بيكون في إدانة واضحة وصريحة وفي نوع من التربية على هذا الموضوع يعني في نوع من البيان آثاره السلبية وإعطائه قيمته الحقيقية، فوقتها نحن شو؟ بيكون هذا نوع من الرادع، الثالث وهو المهم عندنا ضغط الأقران ضغط المحيط الاجتماعي اللي عند المتعاطي هذا، ببب. وهذا نحن عندنا مشكله بال... باللي بيتعاطوا بيرجعوا بينتكسوا، فهمت عليك فكمان هذا نحن لهيك نحن بنقوم ببرامج اجتماعيه بالتعاون مع اداره مكافحه المخدرات الدكتور حمد، اه بانه نحن يعني صار في مراحل تدخل هي مراحل وقائيه حتى، يعني ما عم ننتظر لحتى انه نحن والله لا بده يتعاطى الواحد بعدين بدنا نبلش، في بعض البرامج مهي. تبدا بالتدخل ومن الاداره، اداره مكافحه المخدرات لناس طلاب مدارس مثلا طلاب جامعات هي التوعيه هو عباره عن تدخل وقائي اوكي نحن بالنهايه بننظر له كمريض ولكن هذا المرض اثاره متشعبه فنحن بنحاول ان احنا نعالجه على مختلف المستويات كل واحد حسب دوره انا كطبيب فهو دوري على مستوى الفرد اللي هو عنده سوء استعمال مواد لا. تشخيصه بشكل دقيق اعطائه العلاج اللازم وضع برنامج تأهيلي لازم التعاون مع الجهات والأفراد والفئات اللي ممكن نحن يساعدونا بأنه نعمل له تأهيل لهذا الشخص مش أنه بس أنه نخلصه من آثار المادة إذا خلصنا من آثار المادة هاي هذا جزء من العلاج ولكن ليس العلاج كاملا يعني. هو حتى عفوا من بداية يعني ممكن من أول تجربة الشخص يكون يدمن عليها فاحنا مثلا مثل ما قال الدكتور نحن نعاملهم كمرضى في بداية الشيء ولذلك يعني الدولة ما مقصرة حطوا مراكز علاج واضحة يعني وصارفين عليها مبالغ كبيرة يعني لعلاج المرضى هذه طبعا إذا بعدين هو بروحه بإرادة استمر وزاد في الضياع لا بالعكس إنه يعني في أشياء تحاسبه بعدين ويكون مدمن عليها يعني هل هل مرت عليك من خلال كعلاج بإدارة المكافحه بدأت هي كمره اولى وخلاص انقطع مرت نعم. حالات عليكم نعم نعم لله احنا اخوي يعني خالد تعرف عندنا الحمد لله يعني فرع التوعيه حتى اللي, اللي متعاطي ونشوفهم بدايه شيء حتى لو استمر حتى لو انسجن وطلع من من السجن بعد فتره نقعد معاه لدرجه ان احنا متواصلين معاهم حتى على الواتساب نعقد معاهم يعني قعدات في الإدارة وبرع الإدارة ليش؟ لأنها في النهاية مصلحتنا مصلحة عيالنا مصلحة المحيطين بهالشباب فهو لو اخترب راح يضيع المجموعة اللي حواليه كامل فمثل ما قلنا لك احنا عندنا فعلا في عندنا فرع كامل متواصل ويقعد معاهم تواصل بالوسائل الاتصال في الاجتماعات معاهم في القعدات والحمد لله يعني عسى الله يوفقكم إن شاء الله. طبعاً. دكتور نجد تفضل هل هناك أمراض تؤدي إلى الإدمان؟ هلأ نحن بدنا نقول مثلاً هل في عوامل عند الشخص؟ عذرًا صحيح. على المقاطعة. هي. وأنا أتكلم أقول أمراض عضوية أمراض في جسم الإنسان مرض التهاب أي أيًا كان يأخذ منه أدوية يأخذه إلى مرحلة الإدمان والتعاطي ويستمر لمراحل متقدمة. أه لا يوجد أي خطة علاجية. تنتهي إذا طبقت بشكل دقيق وصحيح بشكل طبي أنه تنتهي بالإدمان نحن بالنهاية أكيد في عنا مه. مثلا أنت بدنا نعمل عملية جراحية نعم نستخدم مواد مخدرة اسمه مو تخدير صحيح 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 بس نحن ما بنضل عم نعطيه مثلا بعد ال... كمان في بعض الأشياء الآلام الشديدة قد تستخدم فئة من الأدوية اللي اسمها البين كيلرز بس مه. هي كلها لها بروتوكولات عالمية على فكرة نحن بنتابع نعم. فيها واحد اثنين ثلاثة ابدا لا بيصير في سوء استعمال فيها ولا بيصير ادمان عليها ولا اي شيء جزء في متهم مثلا ادويتنا النفسيه مثلا انه بيتعود عليها المريض وهذا الكلام غير دقيق عندنا فئه بسيطه هي نحن بنعطيها لفترات محدده ضمن بروتوكولات محدده هي ابدا لا لا تؤدي الى اعتياد ولا ادمان ولا اي شيء نحن الادمان فينا نقسمه يعني فينا نقول ثلاث شغلات في عندك الادمان السلوكي هي سلوكيات الحصول على الماده مثل هدول بيقولوا لك القعده تبع التعاطي نعم. او كذا صحيح. الطريقه اللي بروحوا بيحصلوا عليها بشكل بوليسي بشكل اللي هن اثنين في عندك الاعتماد النفسي اللي هو نوع من العاده تعود يعني بتعود الواحد وكذا وبيشتاق لحتى يتعاطى هاي الماده او كذا بعدين في عندنا الاعتماد الجسدي الاعتماد الجسدي هو انه بيصير في عندنا تاثير على فيزيولوجيا الدماغ يعني حتى لدرجه نحن التاثير مش بس على البنيه الكيميائيه للدماغ بيصير حتى على البنيه التشريحيه للدماغ عرفت شلون نحن ف... عندنا مشكله عندنا مشكله لانه هذا بسك... بشكلنا شيء حساس كثير بالانتقال من التعاطي الطوعي انه واحد هو عم يتعاطى للتعاطي القهري انه بصير في تغيرات على مستوى الدماغ وهذه في النقطة عندنا مشكله بقى تحتاج انك تتكلم فيها سنه كامله علشان توصل المعلومه بالشكل الصحيح وتصير عندنا ثقافه كامله فيها يعني سوء الاستعمال سوء الاستعمال هي, حلو. هي مساله مم. جدا يعني تعرف مثل ما الساسي. قال الدكتور تعرض الى عمليه ما اخذ فيها ادويه مهدئه ادويه مخدره طبيه نعم والحمد لله خلص من عمليته وتعافى ف خلاص حب الشغله فيبغى يرجع يتعاطى مره ثانيه يقعد يلف ويدور يروح لعيادات في عيادات طبعا يعني تسمح لنا يعني هذه النقطة كذلك اللي بسألك يعني. بها لان منتشرة بالمجتمع وعندنا في الوسط الاعلامي بشكل كبير ان نعرف ان في بعض الاخوان المدمنين تلقاه فاتح ملف مثلا في مستشفى الفجيرة نعم وفاتح ملف في ابو ظبي وفاتح ملف في عياده في دبي عيادة خاصة كان, نعم. كان سابقا حاليا حاليا هل تم سيطرة نعم. على هالموضوع؟ نعم. في سيطرة وهذا باجراء مشكورة من وزارة الداخلية والادارة هن مشرفة عليه يعني في منصه هي لا تسمح بانه انا اذا كتبت دواء لمريض انه اي طبيب ثاني يرجع يكتب هذا الدواء نعم يبين <متصف> وهذا وهذا الدواء في له شروط محدده يعني ما بعرف اذا المجال هون يعني الدواء لازم التشخيص يكون ملائم لهذا <متصف> وفي عندك انت كميه محدده وهذا يرتبط بمين اللي عم يكتب وشو اختصاصه وشو درجته من الاختصاص فالموضوع مو متروك بهالطريقه يعني ابدا مو متروك بهالطريقه فمن هذا النا... من هي الناحيه ابدا ما في اي مشكله اثنين في عندك انت ال... حتى بالنسبه لهدول انه التعامل معهم كسوء استعمال فانت كمريض تتوجه لعنا بنعالجك وبتطلع ما في مشكله يعني جميل دكتور حمد انت كلمتني عن الماده 43 نعم ممكن تحدثنا عن هذه الماده وتشرحها كذلك للمشاهدين والمتابعين. هذه الماده طبعا هي من المواد المهمه في الاداره عندنا طبعا وزاره الداخليه مشكوره حطت الماده هاي لمبادره العلاج عندك انت شخص بعيد الشر مدمن في في المنزل احد اقربائك احد اصدقائك تقدر بناء على هذه الماده اذا بقراها على السريع بس لا تقام الدعوه الجزائيه على متعاطي المواد المخدره او المؤثرات العقليه اذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجه الثانيه الى وحده العلاج الى وحده علاج الادمان او النيابه العامه او الشرطه طالبين ايداعه للعلاج لدى الوحده فيودع لديها الى ان تقرر الوحده اخراجه مختصر الماده هذه ان لو عندي انا مثلا لا سمح الله مدمن من محيطنا انا اقدر اروح الحق عليه لان لو انا تاخرت مثلا والله فضيحه ان انا ابلغ عليه هذا من العائله الفلانيه او هذا من بيت فلان او هذا من فاهم يعني الوضع عندنا احنا في الامارات الاجتماعي في الوضع الاجتماعي فانا فعلا عيب اروح لا والناس والمحيطين بعدين حد لو جاء مثلا بنخطب او حاجه لا هذا نعم عندهم شخص مدمن فانا اخلي المشكله بدال ما اني اخذها للعلاج لا هي تزيد وممكن المشكله هذه تزيد المحيط اللي عندها فاهم صحيح يعني يوسع نطاقه لانه في النهايه يحتاج لمبلغ مادي ممكن يغير الصغير، فالصغير وخلصت عنه الفلوس يلجأ للسرقة، في تتبع تبعات كثيرة، فالمادة هذه أنك تروح تبلغ عليه عندنا يا أن مراكز العلاج الوطني أو إرادة أو أن الإدارة عندنا تيبة وإحنا بسرية تامة، أمانةً سرية تامة، يعني أنا أقولها لكم من الخاطر، لأن فعلاً هذا نعتبره كمريض، نروح نعالجه في المراكز هذه ويطلع انسان يعني سوي بعدها طبعا فتره العلاج على حسب هناك الاطباء شو يحددون يوم يومين سنه اسبوع على حسب هناك الطاقم الطبي هو يعني النقطه الاساسيه هي السريه السريه موجوده هذا اللي كانوا كثير من الاهالي يشتكون منه ابشرك بعد ما يكون فيه ملف جنائي ما يتحول الى النيابه العامه يعامل كمريض حتى لدرجة أن الموظف اللي في المكتب الثاني ما يعرف منو فلان هذا اللي طالب العلاج. والله أكثر من كذا. الحمد يعني لله دولة إيه الإمارات إيه ما مقصرة يعني, يعني. دولة سعي كبير. طيب إيه الصحة والعافية كثر ما بنتكلم بنعجز إن نوصف جهودهم معانا. إحنا بنتوقف عند حالة بنشوف الحين مع بعض وبنرجع نتواصل وياكم مشاهدينا لنا وقفة مع هذا الفيديو وراجعين لكم مشيت مجال الادمان من السفره الاولى تخيل 23 سنه لم البصر بصر لي شو انجزت؟ والله ما انجزت بدايه تغيير مسار حياتي انا عقب الله سبحانه وتعالى المركز نظرتي للاشياء غير في اشياء تغيرت فيني من سلوكيات من تقبل حتى ربعي اللي موجودين كانوا شافوني البدايه غير وحين غير وعقب خروجي من المركز حسن ان المجتمع متقبلني لان انا متقبل نفسي. رشحوني ان اكون محاضر لتوعيه الشباب من المرض اللي ابتلينا فيه نحن. ابى اوصل الساسه والاشياء اللي انا وصلتها ان عقب الله في امل موجود في مرض ابتسمت <applause> طرد الروح انه هو متعافي من الادمان وواجه المجتمع بكل قوه. يعني وتكلم في الاعلام وفي فيديوهات انتشرت على التواصل الاجتماعي يقول انا واجهت وكنت 23 سنه عدت من عمري والان هو يعيش حياته وعمره الحقيقي. دكتور نجدت يعني ابي اتكلم عن بعد ما شفنا هذا الفيديو شو هو دور الاسره والاصدقاء تجاه الشخص المصاب؟ لن نقول المدمن المصاب والمتعالج في مرحلة ما بعد العلاج ما بعد العلاج أهم شيء عنا الابتعاد عن الدائرة السابقة ما حد يعني قليل كثير بتلاقي أنه لحاله المتعاطي بيكون حد جبل المادة صار في عنا فرد حد تاني عم يتعاطى معه صاروا اثنين في مجموعة بيطلع معه مجموعة الأهم هو نحن نبعدهم عن هدول احنّا في عنا عندك أنت عوامل مشجعة على التعاطي وعوامل منفرة من هذا الموضوع. حلو. أحد العوامل المشجعة هو إنه تشجيع الأصدقاء. مثل يعني خليني أسرد لك مثال بسيط. اللي بيتوقّفوا عن التدخين الصعوبة اللي بيعانوّا هنّي إنه تشوفوا واحد عم يشغّل سيجارة. بالضبط. صحيح؟ صحيح. تمامًا المتعاطي هيك. المتعاطي إجا ورجع قعد مع نفس المجموعة اللي هن عم يتعاطوا. اوكي واللي هاي المجموعه اصلا في عندها قبول لهذا التعاطي اضف الى انه طريقه التعامل بين بعض هي فيها نوع من التشجيع على التعاطي فهذا يعني عامل خطوره كثير كبير اهم شيء هو بيكون ما بعد التعاطي انه نحاول من بعضه عن هاي الدائره اثنين اذا في عنده مشاكل اخرى نحن بنحاول نحلها اوكي هل هو مثلا فقد وظيفته بسبب هذا الموضوع هل هو في عنده مشاكل ماليه هل هو في عنده مشاكل اسريه هل هو في عنده مشاكل اجتماعيه <applause> الاخ اللي هون المتعافي هذا هو احد الركائز الاساسيه حتى بالعلاج نحن شايف شلون نعتمد <applause> عليهم لان هدول نحن بنتعاون الدور العلاجي مش دور الطبيب فقط دور الطبيب والاخصائي النفسي والاخصائي العلاجي الاخصائي الاجتماعي دور الهيئات المجتمع دور وزاره الداخليه كمان عنا دور المتعافين السابقين هدول لهم دور كثير كويس انت ما بتتخيل هذا قديش بيعطي مسج ايجابيه للناس لانه انا ممكن اتعالج واخلص مجرد اني شفت انا فرحت يعني يعني تماما في ناس في جزء من المتعاطين يعني بيكون بده يتعاطى بده يقلع هو حابب بقى وصل لمرحله خلاص ما عاد بدي حلو صح. بس بيخاف من شو اول شيء انه مسؤوليه قانونيه في عندنا ماده بتحميك اخي من العقابيل الثانيه الاخرى انه مثلا انا بتجيني اثار خلينا نقول مثل انه الاعراض الانسحابيه للماده عندك مراكز بتعالجك بشكل دقيق وبشكل جيد من انه المجتمع شو بده يقول عني والاستيغما والناس بيقولوا هذا مط... انت داخل عنا بسريه نعم فكل منها. الع... كل الاشياء اللي بخاف منها الشخص فهي يعني انه خلاص ما في داعي يخاف منها لازم يتوجه العلاج بشكل جيد برامج م. العلاج خليني معلش نقطة تفضلي برامج فضلي. العلاج ما فينا نقول انه هذا برامج يعني ما فينا نقول انه هذا ب... يعني مناسب لجميع المرضى برامج العلاج تتعلق بالمريض نفسه كل مريض قد ايش عم يتعاطى نوعيه الماده اللي عم يتعاطاها ال... الكميه اللي عم يتعاطى فيها شو اثارها على جسمه شو بنيته العصبيه هو شو بنيته الجسديه هل في م. امراض مرافقه كل كلها بتحدد لنا قديش المده وشو نوع البرنامج اللي, اللي بدنا نطبقه لتاهيل هذا الشخص يعني. جميل جدا احنا نربط هذه النقطه كذلك مع الدكتور حمد، دكتور احنا نبيك تكلمنا عن مراكز لعلاج الادمان في الدوله. ذكرت لي الماده ان انتم تاخذونهم لمراكز العلاج، الدكتور اثنى على المراكز، شفنا الفيديو كذلك من المركز، تكلمنا عن مراكز طبعا نحن الرئيس عندنا المركز الوطني للتاهيل وعندنا مركز إرادة في دبي، المركز الوطني في ظبي والثاني في دبي. <applause> آه يعني بنرد ونقول دولة الإمارات ما مقصرة ليش؟ لأن المركز هذا يعني فعلاً فيه أطقم طبية، أطقم نفسية، اجتماعيين، إداريين، مواصفات يعني لأعلى الحدود بحيث إن المدمن هذا فعلاً إذا راح فعلاً يطلع متعافي بعد فترة بسيطة يعني. مثل ما قال الدكتور ان جسم الانسان هو اللي يحدد فتره علاجه ونوع الماده اللي اللي يستخدمها. المركز يعني في تعاون كبير معنا حتى لدرجه انه يعني بكتاب على الايميل او حتى بالتليفون يستقبلون لك المريض او الشخص المدمن هذا يعني باسرع وقت، يعني لو مثلا عندهم زحمه لا يوفرون له سرير. طبعا الاكل من افضل الاكل الاشياء الموجوده هناك يعني حتى الواحد يمكن مودي والده في فندق فايف ستار نفس الشيء في اراده الدكاتره النفسانيين اللي عندهم يعني اصلا يهيئون المريض هذا نفسيا انه خلاص انه خلاص خلص من الادمان تعافى من الادمان يطلع للمجتمع انسان يعني طبيعي جدا جميل جدا نعم وفي طبعا بقطع كلامك بخير في مراكز كثيره بس م -م. نحن تركيزنا على هالمركزين ما شاء الله يعني اللي القويات عندنا نتعامل معاهم دايركت جميل اللي دايركت يعني اداره مكافحه المخدرات بالفجيرة يتعاملوا مع هالمركزين نعم طيب خلونا نتكلم في فتره الكورونا كان الفراغ قاتل ودائما الفراغ يؤدي للشاب الـ ياخذ لن نقول المدمن ولكن صحيح. سوء التعاطي او التعامل مع هذه الماده ياخذها لهذه الطريقه، فهل اثرت فعلا هذه الفتره وزادت من الحالات نفس ما يشاع في الشارع العام؟ هلأ يعني ما فيني اقول لك ايه بهذا الموضوع، م -م. في بعض السلوكيات يمكن صارت اكثر، فيني اقول إيه لك مثلا انه زادت فتره جلوس مثلا خلينا نقول الشباب او الاطفال او كذا على الانترنت، العاب الفيديو العادي عليها صارت اكثر، م -م. بس هل صار في تعاطي اكثر؟ ما فينا نقول بدقة انه صار هيك ما فينا نقول هي اشاعه مجرد كلام ما فينا نقول لا اي يعني نعم فعلا في زمن الكورونا للاسف زاد زادت اي نعم زاد زاد نعم نحن على خلاصك. حسب الاجابه <applause> دكتور نجدة ناخذ منك نصيحه للمشاهدين وللاسر ولمن يتابعنا الان ماذا تقول لهم؟ نقول انه نحن بالاصل بدي اتوجه للاسر تحديدا الاسر اللي عندها متعاطي اول شيء يتعاملوا معه كمريض. انا بهمني انه ننظر له لهذا الشخص كمريض. اثنين انه نعطي هذا التعاطي حقه. في بعض الاسر او بعض الافراد من الاسره ما بيحسوا بخطوره الماده لدرجه انه لا السبب شيء ثاني لهيك عم يتعاطى، لانه في عنده مشكله، لانه لا الماده نفسها او سوء الاستعمال نفسه هو عباره عن مشكله وهو المشكله الاهم اللي بدها حل. ما بدنا نحن نكون ننكر هذا الموضوع. اثنين بدنا ننتبه لاطفالنا هي عمليه مستمره هذا الموضوع عملية وقاية من أي سلوكيات لا تؤدي إلى إلى إلا إلى آثارها هدامه فنحن منخلينا نوجههم لأشياء إيجابية بحياتهم تملأ حياتهم عنا نحن مراكز رياضية مهمة عنا مثلا أكاديمية الفجيرة للفنون عندنا نحن كثير من وسائل الترفيه اللي هي بتاثر يعني مثل المجمعات الصيفيه حاليا هي كتير بتاثر بشكل جيد على الاطفال وبتنمي لهم مهارات معينه بتفيدهم على مستوى حياتهم الشخصيه وللمستقبل كله افضل ما نحن نحطهم بانه بس قاعد وما عندك شيء تعمله في كتير من هذا من هي السلوكيات لازم نحن نعززها ونشجعها عند الاطفال اثنين اذا عندنا متعاطي فهو مريض المريض بده علاج العلاج بيكون بمراكز متخصصه هي المراكز اللي عم نحكي عنها. واهلا وسهلا باي شخص بيجينا لاي معلومات اضافيه نحن في خدمه المجتمع كاملا يعني. الله يعطيك العافيه. أوه. دكتور حمد شوف الكاميرا هذه الكاميرا وكلمه توجهها للمشاهدين ونصيحه. أه طبعا اول حاجه قبل ما نتكلم ان انسان متعاطي او مدمن نتكلم انت يا رب الاسره ويا يعني ربه الاسره في البيت لازم تحطون ببالكم ان الله سبحانه وتعالى اعطانا نعمة السمع، فولدي انا او بنتي او ابني اذا يونا في اي موضوع كان ودهم يعني مثلا في قصه او في موضوع او عندهم مشكله ان نبغي نسمع يعني نبغي نقول لك حاجه وانت مشغول في في عملك، مشغول في طلعتك مع الشباب، مشغول في اي حاجه ثانيه لا الاولويات انك تسمع لولدك وتسمع لبنتك. لانك لو ما سمعت لهم راح يلجؤون لشخص اخر من من غير نطاق العائله ويسمعون له، يمكن يسمعون له يمكن يوجه لهم كلام خير ويمكن يوجه لهم كلام شر. الله سبحانه وتعالى اعطانا نعمه السمع هذه ففعلا الواحد قد ما يقدر يسمع لاولاده قبل ما يضيعون. يعطيكم الف عافيه المساعد اول الدكتور حمد عبد الرحمن البقيشي من اداره مكافحه المخدرات بالقياده العامه لشرطه الفجيره شكرا لك يا سيدي العزيز فيكارك. الله يحفظك ويوفقك يا على هذه الفرصه حب وكرامة وواجبنا هذا الله يحفظك ويطول بعمرك دكتور نجدة خلوف طبيب اخصائي في الطب النفسي في مستشفى الفجيره شكرا لك يا دكتور والله يعطيكم الصحه الله يعطيك الف عافيه وشكرا لتعاونكم وانتم دوركم كاعلام هو دور يعني حجر اساس نعم. هو المصدر الاساسي للمعلومه اللي نحن بنتمنى نضل عم نتعاون مع بعض لنوصله للاجيال الصغار والشباب والكبار وبالتوفيق للجميع اجمعين ان شاء الله شكرا لكم يعطيكم العافيه ما قصرت الله اذا مشاهدينا بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل تريونا حياكم الله مشاهدينا ومعاكم مستمرين وهل سبق لك أن شاهدت عرضا من عروض غناء الأوبرا ورأيت المؤدي يقف وسط جموع الجماهير يغني بصوت قوي جهوري بكلمات ربما لا تفهم معناها بينما ينصت إليه الجمهور في انتباه وإعجاب ربما أعجبك هذا النوع من الفن وتمنيت أن تفهم ما يغنيه هذا الفنان او هذا المؤدي. خلونا نرحب بضيفتنا في الاستديو الاوبراليه ريماز عقبي يا مرحبا وسهلا فيك وحياك الله يا ريماز. اهلين اهلين اهلا وسهلا. قبل لا ادخل في الاوبرا يا ريماز شو يعني ريماز؟ اه اسم ريماز. اوبرالي؟ لا يا ريت؟ لا بس اسم قديم عربي قديم م -م. معناه المرأة الرصينة العاقلة، فيعني إن شاء الله نكون اسم على مسمى. <applause> إن شاء الله، ليش لا باين الله يحفظك، يعني غنيتي أوبيرالي ما غنيتي طقطقة ومشي. <applause> هذه جميل جدا <applause> نربط. طيب رماز سبب أنك توجهتي للغناء الأوبيرالي. شو السبب؟ في <applause> البداية. وسبحان سبحان الله تعرف أستاذ عالم الموسيقى اي احد تعرفه حيدخل في هذا العالم حتلاقيه دخل في الشيء بالصدفه واحيانا بالغلط فانا نفس الشيء انا بدات عمري سبع سنوات وكنت هذيك الايام مستقره بالولايات المتحده <applause> وبدات بالموسيقى من عمر صغير و... سنين مرت ومرت ومرت، وهل أحد هل أحد من الأهل مهتم في الموسيقى آه ولا كانت؟ أكيد أكيد أمي وأبوي يعني داعميني لآخر لحظة ف الدعم ولا هم فنانين عازفين على آلة وحاجات؟ لا صراحة، أنا أول واحدة بالعيلة اللي دخلت هذا العالم بجدارة يا يعني سلام بس الدعم الحمد لله لقيته بكل مكان الحمد لله جميل جميل <applause> سمعينا حاجة؟ فحبيبك منتظر يا عاشقة الوردي حيران ينتظر والقلب به يتعذر حيران الله الله أحييك، أحييك، ما شاء الله عليك تبارك <applause> الرحمن بسيطة بس، نبدأ يعني بعدين نكمل بعدين <applause> نكمل بعدين اليوم شكلنا يعني قاعدين وإن شاء الله نسمع ونسلطن من, آه من اللي تأثرت فيه في هذا المجال يعني عادة كل شخص في بدايته يعجب بشخصية أكيد يعني الغناء الكلاسيكي سيبك مو بس من الأوبرا بس الغناء الكلاسيكي يعني والعزف الموسيقى الكلاسيكية يعني في ناس كثير كانوا بحياتي من أنا صغيرة يعني زي ما قلت لك كنت متربية برا الشرق الأوسط فيعني في معلمين ومعلمات وناس فنانة يعني فمنهم صراحة حبيت الموضوع وكملت وطبعًا في الفنانين الكبار منهم أنجواي بوتشالي وواحد اسمه ليتيانا بوفاروتي كمان هدول من الناس اللي أنا أطول فيهم وأطول ليهم يعني عشان وما تحبين من العرب خلينا من بالعرب هو, العرب. هو وخصوصا السعوديه بلد فن <applause> السعوديه منبع بالطرب <applause> صح لا تقولي لي شوف انا نقيت اول اغنيه اغنيها عربي عشان اوريكم كيف الغنى الأوبرالي ممكن يدخل في العالم العربي <applause> فانا شخصيا انسانه جدا متاثره بالموسيقى العربيه يعني مع انه دخلت على الموسيقى العربيه متاخره شوي في العمر يعني بس مثلا عندك ناس زي اسمهان اسمها تغني اوبرا لي واحنا ما نعرف يمكن دي المعلومه يعني اسمها صوت الاوبرا عندها قوي جدا اغانيها أغني آه ليالي الانس ويا طيور كل اغانيها فيها الألمنس البسيطه الاوبراليه فغير مثلا من السعوديه سيب الاوبرا يمكن لسه ما تاثرنا فيها في السعوديه كثير بس المطربين الكبار عبادي الجوهر طبعا انا من الحجاز فعبادي أه يا سلام يا سلام جميل <applause> طلال مداح وهذول الناس يعني فتاثر بالموسيقى العربيه كثير كثير يعني تعرفين كذا تعطيني مطلع لطلال مداح هالشكل خلي المره الجايه المره الجايه المره <applause> الجايه ولا تزعلين حاضرين حاضرين الله يسلمك هل دراستك الاكاديميه لعبت دور مهم في صقل وتنميه المهاره عندك في شتى مجالات وخاصه في المجال الفني اللي اعرف انك انت دخلتي معاهد في البدايه هناك في امريكا اي اكيد اي و... 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 ومرستي واخذتي دورات صح من غير انك سافرتي لبلدان يعني هالمعلومه صحيحه؟ صحيح صحيح الحمد لله انا لقيتها في السوشيال ميديا بس هي كذا يعني طيب انا دائما عندي هذا الراي انه في نوعين من من الناس النوع اللي مولود موهوب والانسان اللي يشتغل على نفسه فانا ما تولدت موهوبه ما ما في هذا الشيء لا بعيلتي ولا بمجتمعي ما في بس انه مع التدريب ومع الدراسه، الدراسه الاكاديميه الصحيحه يعني كمان احنا ما احنا كمجتمع احيانا احس بالذات في العالم العربي للاسف نشوف الموسيقى ودراسه الموسيقى دائما كحواية اكثر من ما انها تكون لا دراسه دراسه زيها زي الكيمياء والفيزياء والرياضيات مثلا فهذا الشيء صراحه انا شخصيا ساعدني كثير من وانا صغيره يعني بدات اتعلم الثيري والميوزك ثيري وهذه الاشياء فهو اللي طلعني، بس برضو في نفس الوقت ما ننكر انه في ناس موهوبين مو شرط انهم يكونوا متاثرين بالاكاديميه وبالدراسه ولسه يكونوا فنانين انت <applause> ف... تعرفين انا عندي موهبه خطيره جدا <applause> ايه ايه اني اسمع فعشان كذا حابب <applause> اسمع من عند الشيء تسمعيننا حاجه حاضر الله 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 <France> <سطل> <سه> يعطيك العافيه الكل يصفق في الجاليري ما شاء الله يعني يا, يا سلام يا سلام الله يعطيك العافيه يعني فعلا في تنوع صوت ما شاء الله يعني شغله هنيك عليها ما اعرف والله عجزت اللسان اني انا اكلمك في اخر دقيقه في البرنامج نبي نسمع شغله <سه> <الانسية> من يلا حاضر يعني غنى عزف ما شاء الله هنيالنا في هذه الفقره ان شاء الله بس يعجبك هذا ناي غربي والحين بتعلم الناي الشرقي ان شاء الله فالمره الجايه بجيب الناي الشرقي معك جميل بس الله. قبل الله تبدين انا اشكر المشاهدين واشكركم على كرم المتابعه شكرا لكم ونلقاكم ان شاء الله يوم الاحد في حلقه جديده من برنامجكم سبعه على سبعه وبنختم مع فنانتنا المتالقه المبدعه شكرا لك يا بقول الاسم تفضلي